احمد الشيخ ده الهدف الثالث ليه في الدوري في الموسم ده. ارقام احمد الشيخ طبعا النهارده قدم مباراه كويسه جدا، اللاعب 90 دقيقه مسجل هدف، صنع فرصه لزملائه واحد واخد ضربه جزاء. فانت بتتكلم في لاعب جاب جون وتسبب في ضربه جزاء، يعني مساهم في هدفين. محاولاته على المرمى 3 بس، الثلاثه منهم واحده بس اللي صح، نسبه دقه محاولاته 33.3. اهدر فرص محققه، دي النقطه اللي هي السلبيه في احمد الشيخ النهارده ان هو ضيع فرصتين، ولكن المراوغات الناجحه طبعا زي ما قلنا هو مسجل هدف وتسبب في ركله جزاء. المراوغات الناجحه بتاعت احمد الشيخ 2. احمد الشيخ كمان اكتر لاعب حصل على اخطاء في المباراه، 4 أخطاء وده رقم كويس جدا. قطع الكوره، اكتر لاعب قطع الكوره في الرباعي الامامي، دايما بنقول الرقم ده لاحمد الشيخ، ودي الميزه اللي قد تكون فايلر بيفضل دايما او مقتنع بزياده باحمد الشيخ. ليه؟ لان احمد الشيخ دايما اكتر لاعب بيقطع الكوره، دايما بنقول الاحصائيه دي في بعض المباريات. احمد الشيخ اكتر لاعب بيقطع الكوره في الرباعي الامامي 6 مرات، فقد الكوره كتير برده 7 مرات قدامنا على الشاشه اهو. اكتر من حصل على اخطاء 4، عمل 5 عرضيات منهم 3 صح، ونسبة دقة تمريراته القصيرة 84.6، عامل تمرير طولي 1 بنسبة دقة 100%، وبالتالي أرقام أحمد الشيخ كانت مميزة، بيحرز هدف، ده الهدف الثالث في الدوري رغم إن هو ما لعبش كتير، وبيحصل على ركلة جزاء. برضو علي معلول النهاردة بيتصدر